بتعملي ايه؟ نعم بتعملي ايه؟ فايش ده حاجة يعني حاجة برضو بتساعد حاجات العيد وال بتعملوا ايه؟ سمنة لبن وسمنة بس لبن وسمنة بس. طب في حاجات بتشوها طبعا خليكي هنا كنا يا حاج يعني بتنقشي ال بنقش يعني الحاجات هي منقش طول عمرك بتعمليها ولا ساعات ما اتولدت بتحبش الجاي احكي لنا كده من زمان كنت مثلا بتقعدوا انتوا وجيران ولا انت لوحدك ولا مين بيساعدك؟ جيران كتير قوي جيران كتير كان بيت كبير اختلف يعني دلوقتي عن زمان. لا كل حاجه غلت دلوقتي. يعني مثلا زمان كنت تعملي الكيلو بكام ودلوقتي بقى الكيلو بكام؟ انا مش دلوقتي بقى بكام؟ حضرتك احنا دلوقتي شغالين غاز. تمام؟ احنا زمان كان عندنا السولر يا الجاز. فممكن كان زمان ايه؟ ايه؟ كان زمان كان عندنا سولر وجاز. جاز. احنا اليومين دول شغالين على الغاز عشان خاطر الدخان والحاجات دي. بس زمان يعني ما كنا ممكن صفيحه جاز تشغلنا طول الليل. دلوقتي انا لو عندي شغل بهلك لي من 3 أنابيب ل 4 أنابيب. بالنسبه للغاز. في اليوم لا لو عندي شغل كمان يعني كمان بستلم من الصبح زي يوم زي مثلا النهارده عندي شغل متواصل بحرق مثلا حسب 3 أنابيب 4 أنابيب حسب الظروف الشغل يعني. خليني الاول كان ممكن كلمه ستات كام دلوقتي بقى بكام؟ زمان كانت ممكن يعني احنا وعينا على الصار ده كنا بنسويه بريال. فاهماني؟ النهارده بيوصل ل 2 جنيه و3 جنيه بالنسبه للغاز بالنسبه للاحاديه يعني الناس برضه يعني غصب عننا. احنا عندنا شغلنا مثلا هنا بيبدا من 15 زمان كنا بنشتغل بعد 10 ايام لحد يوم 20 ما بنقول 30 29 ما كناش بنوصل. دلوقتي حاليا في السنتين الثلاثه الاخر اللي فاتوا دول مثلا بنبدا شغل من يوم 14 يوم 15 بتبدا تشد معانا بقى من ايه؟ 20 21 واحنا طالعين. شكرا يا باشا. ايسر لا مع الطلب